أهلين عمي، تفضل. اللي نمت منيح؟ ايه الحمد لله. عن جد؟ لا قصدي ما قدرت نام منيح، الجو جديد علي مع اني سهرت بس مصحصح. كتير منيح، رايح اصب لك فنجان شاي. لا لا لا، انا بعمله. بصراحه سويت لك يا لساته سخن، استناني دقيقه. طيب ماشي، ارتاح. هون؟ ايه هون. تفضل. انت بالعاده امتى بتطلعي من البيت؟ بالعاده بروح بهذا الوقت، بس اليوم إجازة. طيب والباقي وينهم؟ ما بيشربوا شاي؟ مبارح تأخروا بالسهرة، نازلين بعد شوي بس لحتى يغيروا تيابهم، وبعد الشاي كل وحدة بتلتهي بشغلة، اللي بتطبخ واللي بتنظف البيت وهيك. وحماتي ما شربت الشاي؟ لا بصراحة لسه ما طلعت من الغرفة، بالعادة بتجي لهون لما تشرب الشاي، بس إذا صار وما أجت بناخد لها إياها غرفتها، ولهلأ ما بينت. ما في مشكلة، أنا بساوي. أنت بدك تساوي؟ إيه الشاي تبعي كتير طيب. بس ستي بتشرب الشاي بطريقة معينة وما بترضى غير هيك، شو أعمل يا ربي؟ يا ترى بيعرف كيف؟ طيب شو بدي أقول له؟ يعني مو معقول خجله كمان. أنا متعود من قبل أني أعمل الشاي لحماتي. ايه بس هلا قصدي انه الشاي جاهز هلا، شو رايك تساوي بكره؟ ماشي؟ صباح الخير. صباح النور. شو عمي شكلك مصحصح وامورك تمام؟ ايه مزبوط، ما نمت منيح لهيك مبكر، بس البيت بيخليك تحس براحه كبيره من عند الصبح. مزبوط. صحيح عمي، الكل بهذا البيت بيشتغلوا على الحاسوب، ماشي؟ جنفي بتعلمك، ما تنسي. ولو ايه أكيد. ليك شري، عمي عم يقول لي إنه حابب يساوي الشاي لستي. ايه عادي خليه يعمله، يعني ليش عم تطلبي الإذن مني؟ لا هي ما بتقصد هيك. اسمعني، أنت واحد من هالعيلة وما بتفرق عنا بشي، إذا حابب تساوي شاي ليش لا؟ خلاص ماشي، يلا رح أساويه مثل ما بتحب، تقيل. ممتاز. لكان أنا رح أساوي شاي مثل يلي دقته عندي بالبيت، بتتذكروا؟ جنفي أنت حطيتي كمية أقل من اللازم، الشاي لازم يكون تقيل لتصحصح كل حواسك، صح؟ بالضبط. يلا رح أساوي. ماشي. لكان جاي معك لساعدك بتحضيره. استناني دقيقة رح حط هي على جنب. تفضل هاتي.